عيد اليوم هو رئيس حكومة الوطن. كمان ما لاش دخل بالسياسة خالص. أي قرارات تخص البلاد طارق آل سبيل السعودي وهو يوقع بعدها بس. لأنه الفارغ والفاضي خالص. عنده ما هو أهم ترتيب مواعيد السفير. ضيف اليوم هو دولة السكرتير الأعلى لمكتب السفير السعودي. هل عرفتموه؟ رحبوا بضيف حلقتنا لدميوم. فيانا بم سعودي ايه؟ تحل مشاكل من هناك؟ المفروض انك ببلادة ما تحل مشاكل بم فندق؟ يعني ويرلس؟ واه 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 هذه أمور لا يمكن التحكم بها. لا يمكن التحكم بها؟ أو من وش يتحكم بها؟ هذا قل لي بل أشقاء في المملكة العربية السعودية وغيرهم من الداعمين. يعني سعودية ومداعمين اللي يتحكمون؟ وانت ماهو؟ وانتخوص وبمطاقة مرخوص؟ واه 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 انزل 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 عندنا نحصلناك رئيس وزراء. انزل حتى غير جو. النزول الميداني يحتاج يعني تنزل لهدف معين أكثر من يعني إذا ما كانش في غرض لزيارات أو تحرك ميداني تفقد الزيارة معناها، قد تكون أكثر الاستعراض. خلال الفترة الماضية كان اجتماعات متواصلة مع كل الهيئات والمؤسسات، اجتماعات مع المحافظات لإقرار عدد من الخطط، وهذا الموضوع لا يحتاج زيارات ميدانية. ما شاء الله عليك، قنعتني صدق، قنعتني. يعني أنتم مكنوها عندكم اجتماعات من فنادق، خذوا الوزراء عندكم واجتماعات وراء اجتماعات وخلوا ميدان للانتقالي والحوثي. تنزل تعمل صدق صدق، مش تنزل تعمل. قالوا فاين وينك؟ خلوا ميدان للحوثي والانتقالي والرئيس داري. هذا الموضوع ايضا كان تحت توجيهات من فخامة الرئيس واطلاعه بشكل كامل. والله حقك الله خير، لا انت ولا فخامة الرئيس حقك. يعني وجهك وراقدوا جنبك من فندق تتابعوا الأخبار حقا من طرف الزون سالمغتربين جايزكم جايزهم. واه